السلام عليكم. عندنا سؤال النهاردة بيقول: ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ وفي عندنا 3 اختيارات: السودان والسعودية والجزائر. نمسكهم واحدة واحدة كده. السودان العاصمة بتاعتها طبعا الخرطوم، التعداد السكاني حوالي 41 مليون نسمة، مساحتها 1,088,000 كيلومتر مربع. يبقى مساحة السودان 1,088,000 كيلومتر مربع. ناخد السعودية، السعودية عاصمتها طبعا الرياض، عدد السكان بتاعها حوالي 35 مليون نسمة، مساحتها 2 مليون وحوالي 150 كيلو متر مربع. يبقى السعودية أكبر من السودان. نيجي للجزائر، الجزائر طبعا عاصمتها الجزائر، التعداد السكاني بتاعها حوالي يعني أقل من 40 مليون نسمة بشوية، مساحتها 2,038,000 كيلومتر مربع. 2,038,000 كيلومتر مربع. يبقى الجزائر مساحتها أكبر من السعودية. يبقى الإجابة الصحيحة في المسابقة وهي الجزائر. في ناس كتير كانوا معتقدين إن الإجابة هي السودان، ولكن السودان كانت أكبر دولة عربية، ولكن دوت في السابق قبل ما يحصل انفصال لجنوب السودان. لما كانت جنوب السودان مع السودان كانت السودان أكبر دولة عربية، ولكن في الوقت الحالي السودان طبعا حجمها تقلص، بقى أصغر من الأول، فارتقت الجزائر، بقت هي الدولة الأولى عربية من حيث المساحة، والعاشر على مستوى العالم، يعني عاشر دولة على مستوى العالم من حيث المساحة الجزائر. أما السودان في الوقت الحالي فهي 16، وأما السعودية فهي في المركز 12. فالإجابة الصحيحة هي الجزائر. شكراً.